من جيل إلى آخر يحمل أبطال السباحة السورية للمسافات الطويلة الراية، مؤكدين عراقة سوريا في هذا النوع من الرياضات وحرصهم على مواصلة الدرب بعزيمة وإصرار. السباح العالمي صالح محمد سبح من طرطوس إلى اللاذقية في إطار تحضيره للمشاركة في سباق الجائزة العالمية الكبرى في إيطاليا والدورة الآسيوية في فيتنام خلال شهر أيلول المقبل، حيث أهدى هذا الإنجاز لأبطال الجيش العربي السوري. التجربة كانت رائعة جدا، الحمد لله أحسنت ساوي هذه التجربة. سبحت من طرطوس للاذقية بمناسبة تأسيس الجيش العربي السوري وأرواح الشهداء والقائد الخالد حافظ الأسد. 18 ساعة كانت محاولة صعبة. أول كم ساعة كنت مرتعب شوي، كان في شوية خوف لأنه أول مرة حدا بيسبح من طرطوس للاذقية. بالعادة كل سباحين، سباحنا العالم في راس معلا وسباحين القدامى سبحانين من بانياس إلى اللاذقية. هؤلاء هم أبناء سوريا الصامدة، هؤلاء هم الأبطال. وبمناسبة ذكرى تأسيس جيشنا العربي السوري، ذكرى 71 وانتصارات جيشنا الذي يسطرها كل نهار كل يوم، نقول له الحمد لله على السلامة، وليس غريبا على ابناء سوريا وابن محافظة دير الزور يستقبل ويسبح في البحر المتوسط مثلما ابناء محافظة اللاذقية وابناء سوريا يدافعون عن الارض الطاهرة لدير الزور وشعب دير الزور. السباحة لمسافات طويلة يعرفها السوريون وتحتل مكانة خاصة في الرياضة السورية. هي رسالة لكون العالم انه نحن نقدم عروبون وفاء ومحبة لشهداء الجيش والوطن للقائد المؤسس حافظ الأسد. أكيد هي محاولة معنا سهلة، محاولة صعبة، 80 كيلومتر. بتمنى له التوفيق للبطل صالح محمد، وهي كمان بنفس الوقت هي تحضيرية كمان لبطولة العالم بإيطاليا كابي نابولي، جائزة العالمية الكبرى بتصير بشهر 9. هو صاحب الرقم العربي بهالسباق هذا 6:52 بعام 2013 حققه. 80 كيلومترا من الكورنيش البحري بطرطوس إلى شاطئ روتانا في اللاذقية هي المسافة التي أكدت مجدداً قدرة السوريين على تحقيق الإنجازات في كافة المجالات.